مشاهدينا في كل مكان طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم وإليكم على الهواء مباشرة في برنامجكم رسالة حياة كان راكب مركب وفجأة لقى المركب اتخرم وابتدى يتلف بص على المركب لقى بيغرق في وسط البحر ما كانش عنده أي حل إن هو ينط من المركب ويكمل في البحر إزاي يوصل وإزاي ينجو بحياته معندوش أي خطة. حاجة مفاجأة. لقى حتة خشبة مسك فيها ابتدى يمشي مع حتة الخشبة لغاية ما وصلته في أول مكان وهي الجزيرة. وقف على الجزيرة بص يمين وبص شمال مفيش حياة. مكان فيهوش أي حياة، لا في خدمات ولا في إنسان ولا في أي أكل ولا في أي حاجة من سبل الحياة اللي ممكن يقدر يعيش بيها. بعدين ابتدى يلم شوية خشب الليل دخل عليه قال أعمل من الخشب ده كوخ لا مش هينفع أعمل كوخ طب أعمل حاجة مصغرة كده زي الكوخ على أساس إن أنا أبات فيها والصباح رباح لغاية ما نشوف إيه اللي هيتم معانا. عمل الخشب وتمام التمام ودخل بات وقبل شقشقه الفجر لقى نفسه بردان قوي فقال لا أنا أطلع اجيب حته خشبه ولا ولا اي خشبتين كده الاقيهم واولع فيهم علشان خاطر الدفه عمل كده فعلا طلع راح يدور على شويه الخشب لقى كم حته خشبه كده صغيرين جيب طريقة أو بأخرى أو بأي طريقة بدائية ولع فيهم وابتدى يتدفى اتدفى من هنا وحس بالجوع من هنا قال وكمان برد وكمان جوع ليه كده يا ربي ليه كده يا ربي فبعدين قال خليني أخرج وخدته الأقدام وخدته الخطوات مش بعيد جدا علشان كل ده يدور على أي حاجة ياكلها يدور على أي حاجة يسد بيها جوعه بأي حاجة مش هو مش عارف هو بيدور ومفيش فكرة في باله خالص. فرجليه خدته مسافة بعيدة جدا وبعد المسافة بعيدة دي ملقاش أي حاجة بص لقى من بعيد قعد يبص يمين وشمال وينوع زوايا نظراته بص لقى ايه دخان والدخان ده اكيد جاي من نار لان مفيش نار او مفيش دخان بدون نار طيب مين اللي عمل النار اكيد اتعمل بفعل فاعل اكيد فيه هنا في المكان ده انسان هو اللي ولع النار دي اذا في حياه ومن هنا خد الامل من جديد وبعد ما جه عنده الامل قال اتوجه ناحيه الدخان اللي هي جايه من النار واشوف ابتدى يمشي مع الدخان لقى نفس المسار اللي هو جاي منه وصل شويه بشويه لغايه ما وصل عند الدخان وبص من بعيد اتفاجئ. بعد ما بقى عنده امل اتفاجئ ان الكوخ بتاعه هو اللي بيتحرق. شويه النار اللي كان بيتدفى بيهم في الحطب اللي هو جمعهم مسكوا في الكوخ ولعوه قال: وهنا بقى صرخ جواه وقال: ليه يا رب كده؟ وكان مش راضي ابدا عن اللي بيحصل. وبعد ما ياس وكانت بتلاحقه ضربات الموت في كل لحظه قال انا كده هو ده الموت المحقق والموت بيطاردني وبيدهمني وبص لقى بشكل مجازي لا عقارب الساعه بتطرده في اخر لحظات حياته الاخيره فقد الامل تماما بص يمين لقى سفينه جايه من بعيد واملها بلهفه المستغيث وقعد شاور لهم كده من بعيد. فللاسف في حاجه يعني غريبه حصلت قوي. ان السفينه ما كانتش اصلا غيرت مسارها من قبل ما يشاوروا له وبعد ما هو شاور يعني من قبل ما هو يشاور لهم وبعد المشاوره فضلت ماشيه في مسارها وهو المكان اللي هو فيه وهو الجزيره اللي هو عليها. لما وصلوا سالهم انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ انتوا شفتوا شفتوني وانا بشاور وانا بستغيث بيكم؟ قالوا لا احنا ما شفناكش لكن احنا شفنا النار لما انت ولعتها ايه دي اشاره استغاثه او انت بتبعت لنا رساله ايه ان احنا نيجي ننقذك فعلى طول اتحركنا وجينا لك على طول هنا سجد على الارض وقال يا رب سامحني وهنا بنقول الثقه واليقين بالله هما سر السعاده في الحياه وبعد ما شاف الموقف ده كانه اتولد من جديد وهنا ربنا بيقول فيها فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب سوره الحديد فدايما محتاجين ان احنا نحسن الظن بالله هنا رساله الحياه بتقول اول حاجه محتاجين بالتحليل اللي جوانا نشغل البوصلة أو البوصلة بنسميها باللغة الدرجة جدا وباللغة البسيطة البوصلة بتاعتنا محتاجين نشغلها ونوجهها هيجي حد يقول لي هو أنت يا أبو حافظ البوصلة دي في حد بيوجهها ده هي اللي بتوجهنا هقول لا لا البوصلة دي أنت تقدر, تقدر توجهها بعمق إيمانك تقدر توجهها بعمق اليقين في الله فإحنا لما نيجي نفعل البوصلة أهم حاجة في الحياة إن إحنا نفعل البوصلة ونخليها بدايتها إن إحنا لما نحلل أي موقف نحلله إن الظن الخير بالله. يعني أي حاجة تحصل لي لازم أعرف إن ربنا هيديني الخير كمان شوية، ممكن ربنا بيختبرني وممكن ربنا حاطط لي الخير بس مش دلوقتي قدام شوية. تمام؟ فمحتاج أول حاجة في رسالة الحياة بتقول لنا إن إحنا نحسن التحليل نخلي بوصلتنا نحو ان ربنا عايز مصلحتنا في كل الاحوال ربنا رحيم بينا ربنا عنده يعني خزائن السماوات والارض مش هيديك غير الصالح ليك طيب دي اول حاجه ورساله الحياه بتقول لنا تاني ان احنا محتاجين نلبس قبعه قبعه ايه بقى نلبس قبعه حسن الظن بكرم الله يعني الاول كنا بنحلل الموضوع في اتجاه رحمه الله رحمه ربنا ودلوقتي تاني رساله نلبس حسن الظن بكرم الله ربنا عنده خزائن السماوات والارض وربنا كريم وربنا حاشا لله مش مفتقر ان هو يحطنا في ضيق لا ابدا ربنا بالعكس ربنا هو خلقنا وهو ارحم بنا من اي مخلوق تاني تماما طيب فهنا ربنا عين لك الخير في الوقت المناسب ليك استنى دلوقتي ممكن يجي كمان شوية ولو ما جاش كمان شوية واتأخر شوية أو شويتين اعرف ان ربنا حاططهولك وعينهولك هيدهولك في الوقت المناسب ليك انت لان ربنا عارف مصلحتك انت وربنا اعلم بمصلحتنا وبشؤوننا اكتر مننا لان ربنا عالم الغيب وربنا هو اللي خلقنا وربنا عارف كل حاجه فاصل ونرجع نواصل